السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال جالي من الأستاذ محمد خالد بيسأل ليه بنقول if I were you مش if I was you مع أنهم بنفس المعنى. بنتمنى من حضرتك الرد. طيب أنا رديت عليك يا أستاذ محمد وأنت قريت الرد، ولكن الرد كتابة يعني مجرد يعني إجابة سريعة، إنما يعني الكونديشنال إف ديت يعني معقدة شوية وممكن تحتاج لإجابة مفصلة، ولكن على السريع كده تقول دايما if I were you مش if I was you. من ناحية الجرامر كنحو هي if I were you، if I was you خطأ من ناحية النحو كجرامر خطأ. هتقول لي بس في ناس كتيرة بتقولها، في ناس native speakers بيقولوها، ناس أمريكان وإنجليز بيقولوا if I was you. في ناس كتيرة ممكن يكونوا بيقولوها، إنما مش معنى كده إنها صح من ناحية النحو. في يعني في أخطاء نحوية كتيرة جدا الأمريكان والإنجليز بيقولوها وبيقعوا فيها، بس هي دي طريقتهم في الكلام. يعني على سبيل المثال في ملايين في الجنوب أمريكا بيستخدموا نفيين في جملة واحدة، يعني يقول لك I didn't see nobody، طبعا ده خطأ، يعني المفروض تبقى في الجرامر I didn't see anybody. فإنما هم بيتكلموا بالطريقة دي بالذات اللي في جنوب أمريكا. في بريطانيا يقول لك مثلا he was sat outside، he was sat سات مش sitting or تسألهم برضه هم عارفين إن ده خطأ، يعني هم عارفين ده خطأ في الجرامر، إنما يقول لك يعني this is how we say it، هم عارفين إنها خطأ في الجرامر إنما هم بيقولها بالطريقة دي. إنما طالما أنت عارف، أنت دارس اللغة الإنجليزية بتدرس اللغة الإنجليزية وأنت عارف إن الجرامر بيقول كده، فأنت أفضل إنك تلتزم بالجرامر حتى لو بتجد ناس من النيتف بيقولوها غلط. خليك مع اللي بيقولها صح، ما أنت هتلاقي ناس أكتر منهم بيقولوها صح. إنما في الكتابة فهي if I were you مفيش فيها اختلاف أبدا، هو ده الجرامر، هو ده النحو اللي لازم تلتزم به. فخليني يعني أديكم نبذة سريعة عن استخدامات if. كلمة if اللي هي معنى لو ليها استخدامات ثلاثة. الأول استخدام الأول اللي هو possible situation، لما بيكون بتتكلم عن موقف احتمال إنه يحصل، ممكن يحصل. الحالة الثانية يعني مواقف مش ممكن إنها تحصل، هتبقى يعني بنخمن أو بنتخيل. الحاجة الثالثة لما بتيجي في الأسئلة الـ reported questions، يعني I wonder if I asked if، ودي يعني أبسطهم وأسهلهم، إنما هنتكلم عنها في الآخر. اللي بتبقى بتلخبط شوية ممكن بقى ما إذا كان الموقف اللي أنت بتتكلم عليه دوت موقف ممكن إنه يحصل ولا موقف مش ممكن إنه يحصل. طيب نتكلم الأول عن الـ possible situation، المواقف المحتمل إن هي تحصل، المتوقع إنها محتمل إنها تحصل possible. يعني على سبيل المثال لو تقول if a tap is dripping it needs to be fixed، لو في حنفية المياه، صنبور المياه dripping يعني بيقطر ماء، يبقى المفروض إصلاحها، يجب إصلاحها. Okay, if a tap is dripping, it should be fixed, or it needs to be fixed. دي كده ده كده مثال من الحالات المحتمل حدوثها، الممكن حدوثها. حالة تانية بتكون بتتكلم عن موقف من الممكن إنه يحصل في المستقبل. في الحالة دي بتستخدم الـ simple present tense، اللي هو زمن المضارع البسيط. يعني على سبيل المثال يعني تقول if all goes well I'll call you tomorrow، لو كل شيء مشي تمام أنا هتصل بيك بكرة. if all goes well، goes well simple present tense، I'll call you tomorrow، نتكلم عن شيء في المستقبل بس احتمال يحصل، يعني أنا متوقع أن كل شيء يمشي تمام ففي الحالة دي هتصل بيك بكرة. أو أنك تقول مثلا if you study hard you will pass the exam، لو ذاكرت كويس، لو ذاكرت جيدا، لو اجتهدت في المذاكرة يعني ستنجح. If you study hard
You will pass the exam. هنا بنتكلم عن شيء ممكن يحصل في المستقبل. تمام؟ هنا لما تكون لما يكون الجملة اللي انت بتستخدمها يعني الشخص اللي انت بتكلمه عضو فيها يعني داخل في هذه الجملة، ما نتكلمش عن حاجة عن شيء آخر، لكن بتكلم عن بتخاطب الشخص نفسه. بس نفس الجرامر برضو مضارع بسيط simple present tense، والكلوز الأول اللي هو الconditional close if حاجة هتحصل لو يحدث شيء، إن تذاكر جيدا سوف تنجح، إن تذاكر جيدا تنجح. أوكي، الجرامر العربي طبعا غير الجرامر الإنجليش، إنما نفس البريزنت تنس بيستخدم اللي هو بيشير للفيوتشر، بيشير للمستقبل. الحالة الرابعة لما تكون بتتكلم عن شيء حدث في الماضي، فأنت بتحكيه، يعني بتقول على سبيل المثال they sat on the grass if it was fine. was fine here انت بتتكلم عن الجو، يعني لو كان الجو كويس كانوا في العاده يعني بيقعدوا على الحشيش العشب في الحديقه العامه على سبيل المثال. او مثلا if it was raining they usually stayed indoors، لما كانت بتمطر او في الوقت الافوات المطر يعني كانوا بيقعدوا في البيت. if it was raining they usually sat or they usually stayed indoors. الحالة الخامسة لما تكون بتتكلم عن شيء يعني كان ممكن يحصل في الماضي لكن ما حصل شيء، يعني مثلا تقول if I had known he was your brother I would have talked to him، لو كنت أعرف أنه هو أخوك أنا كنت اتكلمت معاه، على سبيل المثال مجرد مثال if I had known he was your brother I would have talked to him or I would have helped him. فهنا if I had known، هنا لازم تستخدم بقى ال past perfect tense، past اللي هو زمن المضارع التام الماضي التام، زمن الماضي التام past perfect tense. ليه؟ لان انت بتتكلم عن شيء في الماضي ما حصل شيء، فبتقول لو كان if I had known شيء آخر كنت أعمله. أوكي، دي كده الحالات اللي ممكن كانت اللي ممكن حدوثها سواء حصلت أو ما حصلتش. نتكلم دلوقتي عن الحالات والمواقف اللي هي مش المفترض أنها تحصل أو مش من المتوقع أنها تحصل أو ما حصلتش أو غير موجودة في الأساس. هنا بنستخدم معاها simple past tense اللي هو الماضي البسيط، زمن الماضي البسيط. يعني تقول مثلا if I frighten the birds، لو أنا أخفت الطيور خوفت الطيور، يعني if I frighten the birds they might take off، ممكن يطيروا، يعني if I frighten the birds they might take off. الحاجة التانية المثال الآخر، المثال بقى اللي إيه الأستاذ محمد خالد سأل عليه اللي هو where was، تستخدم على طول where في الحالات اللي انت عارف ان هي مش هتحصل. أو يعني لما أقول if I were you أنا بستخدم هنا where لأن عارف ان أنا مش ممكن هكون في مكانك، مش ممكن أبقى أنا أنت، فدي حالة hypothetical افتراضية تخيلية. نستخدم هنا بقى يعني لما تقول أنا لو أنا مكانك أنا كنت هعمل كذا كذا، فمعروف إن أنا مش في مكانك. أوكي، كذلك بقى نفس أي singular noun، noun أو pronoun، أي اسم مفرد أو ضمير مفرد ياخد نفس الحكم. يعني he أيضا وshe وit أيضا تاخد where، لما يكون الموقف والحالة اللي بتتكلم عليها موقف افتراضي غير واقعي غير حقيقي. أو لو أي singular noun، يعني على سبيل المثال لو قلت if education، لو التعليم were better، لو كان التعليم أفضل there would be no complaints، مش هيكون في شكاوي مثلا. يعني فeducation هنا singular noun مش ضمير، مجرد اسم، إنما اسم مفرد نستخدم معاه برضو where مش was. ده دليل إيه؟ دليل إن التعليم في مشاكل هنا، طالما هنا ده موقف افتراضي احنا عارفين ان التعليم فيه مشاكل، فبنقول if education were better،
لو التعليم كان بشكل أفضل، فإحنا عارفين إنه مش بشكل أفضل، إنه في مشاكل يعني. There would be no complaints. مش هيكون في complaints، شكاوي. الحالة الثالثة بقى اللي أنا قلت عليها قبل كده، هو إن في spoken English، في conversation، في المحادثة، ناس كتيرة بتستخدم was. If I was you. بس زي ما أنا قلت ده خطأ نحوي، فطالما أنت عارف أو عرفت أنه ده خطأ نحوي، الأفضل أنك تتجنبه وتكلم بشكل سليم يكون أفضل. حتى لو النيتيف سبيكرز بيتكلموا، النيتيف سبيكرز بنسمع بنتفرج على الأفلام، في أخطاء نحوية ياما، أخطاء بنقرأ الجرائد وفي أخطاء نحوية ياما بتعدي عليهم، خاصة الجرائد الأونلاين. الأونلاين بيتبقى المراجعة عليها مش يعني مش شديدة وقاسية أو صارمة زي الجرائد المطبوعة. الجرائد الأونلاين أخطاء بالجملة. فإنما طالما أنت عرفت الصح أفضل تقول الصح. نيجي بقى على آخر حالة اللي هي الريبورتد كويستشنز. الريبورتد كويستشن اللي هي الأسئلة، الجملة اللي بيكون فيها تساؤل بس مش أسئلة بهدف إنك عايز تعرف الإجابة. يعني على سبيل المثال، I asked her if I could help. I asked her if I could help. أنا يعني سألتها إن كان ممكن أساعدها، إن كانت محتاجة مساعدة. يعني ده مش سؤال. Asked هنا مش معنى سؤال، لا، يعني أنت عرضت عليها المساعدة. أو مثلا على سبيل المثال، he inquired if his boss or her boss had been that nasty all the time. He inquired. بتستخدم هنا بقى الباست، السيمبل باست تنس، المضارع البسيط. أو ممكن تستخدم المضارع، أنا قلت المضارع البسيط من شوية، لا، بتستخدم الماضي البسيط. الجملتين اللي قلتهم دول ماضي بسيط. أو تستخدم المضارع البسيط السيمبل بريزنت تنس، يعني تقول I wonder if you'd like to come to dinner. I wonder if you'd like. You'd like يعني you would like to come to dinner. أو تقول I was wondering. I was wondering if you'd like to come to dinner. سواء المضارع البسيط I wonder أو I was wondering. was wondering ال past continuous، الاثنين صح. فياريت أكون أجبت على سؤالك يا أستاذ محمود خالد. صحيح محمود خالد، ياريت أكون أجبت على سؤالك محمود خالد. أيوة أجبت على سؤالك بشكل كافي. ولو في أسئلة أخرى اكتبوا لي وإن شاء الله أجاوب عليها. ربنا يسهل ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.